عدينا يعني مرحلة الميل. احنا دلوقتي بنعمل جمعية مصر تستطيع. هذه الجمعية هي جمعية اللي هي هتلم الشمل لكل العلماء والخبراء، المهندس هاني عايزر، دكتور فاروق الباز، انا يعني، واكيد حضرتك عارف دول رايحين جايين على مصر، بالعكس يعني بالظبط. يعني الجمعية بقى اللي احنا عايزين نعملها، واخترت اسم مصر تستطيع لانه سلسلة المؤتمرات اللي حصلت كان لابد بقى ان احنا نجمعها بصفة ان احنا يبقى عندنا قاعدة البيانات اللي حضرتك بتطلبها واللي الحقيقة الدولة بتطلبها، ان يبقى عندنا قاعدة بيانات كل في تخصصه وفي مجاله، عشان يوم لما نقول عايزين حد في الراديشن، عايزين حد في الكهرباء، عايزين حد، نلاقي هذه القائمة. عشان كده أخذت موافقة من دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي انه أنا كوزيرة للهجرة، وزير التعليم العالي ووزير الإنتاج الحربي، عملنا لجنة مشكلة فيما بيننا، وبنلتقي يوم 2 أغسطس القادم في مقر وزارة الإنتاج الحربي، لأنه إحنا لابد أنه هذا أو هذه الجمعية بليها مجلس إدارة. مجلس إدارة ده لازم يكون من الداخل والخارج، يعني من علمائنا وخبرائنا من الداخل ومن الخارج. كل واحد بيطرح المرشحين من جانبه مين يكونوا في مجلس إدارة هذه الجمعية، وبنلتقي يوم 2 أغسطس وبنبحث كل الابليكيشنز وكل الاستمارات وكل الخبرات، وبنختار منهم 10 أو 11 اللي هيكونوا مجلس إدارة الجمعية. إنما كورق لازم يتعامل. أنا كنت قبليها تواصلت مع دكتورة جدوالي وزيرة التضامن، وخلصنا كل الإجراءات الورقية الخاصة لإشهار هذه الجمعية. إحنا فاضل لنا بس اختيار الأسماء عشان نعلن عن هذه الجمعية. هذه الجمعية بقى مجلس الإدارة، إنما ليها بقى القاعدة بتاعة أعضائها من كل العلماء والخبراء بالتخصصات. هل تم تحديد أسماء يا فندم؟ تم تحديد من كل وزارة. إحنا من عندنا التعليم العالي والإنتاج الحربي. إحنا بنقعد بقى 2 أغسطس بنختار إحنا الثلاثة كوزراء معنيين مين الأسامي اللي سيتم اختيارها من كل الترشيحات دي ليكونوا أعضاء في مجلس الإدارة. مين أبرز المرشحين؟ ما أقدرش أقول لك أبرز المرشحين، لأنه طبعاً يعني عايز أقول دي هتبقى الإعلان هيبقى مننا إحنا الثلاثة، حتى لو كانت هي مبادرة وفكرة من وزارة الهجرة، إنما أنا يعني بحترم فريق العمل اللي معايا، وبالتأكيد هتعرفوا بالأسماء. يعني في حاجات كتيرة لصدى البلد هقولها، إنما اللي أنا عايزة أطمنك إنه النقطة اللي بتسأل عليها فيما يتعلق إنه إحنا مش لاقينهم وما بيقعدوش مع بعض إمتى ويقعدوا مع بعض إمتى والكلام ده كله. الدولة المصرية أن تحقق الحلم ده اللي هو فعلاً يلاقي دكتور مصطفى السيد يجوا مثلاً في شهر معين، وكان دكتور مصطفى السيد بيقول إن هم بيقعدوا شهر 8 هو بالطبع أجازات الصيف بالنسبة لهم وأجازات الكريسمس بالنسبة لهم. عشان كده إحنا مؤتمرات مصر تستطيع بنعملها دايماً في ديسمبر، عشان كل الناس دي ليها طبعاً السكادجول بتاعهم ومواعيدهم وأبحاثهم اللي بتقدم ومؤتمراتهم في الخارج، فإحنا بنختار التوقيتات اللي يقدروا ياخدوا أجازات. فبالتأكيد بعد تدشين هذه الجمعية والإعلان عنها هيكون في لقاء لمصر تستطيع. ما هو بعد سلسلة مصر المؤتمرات لازم بقى نؤسس بقى الجمعية باسمها. وديع ياخد كان بالنسبة لعودة الفيزور مصر